طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الخميس إحراز تقدم جديد في معركة تحرير الرقة من احتلال مسلحي داعش. وقالت قوات غضب الفرات في بيان لها إن قواتها تمكنت من تحرير قرية كسرة عفان التي تبعد 6 كيلومترات عن الجهة الجنوبية للرقة. وأضاف البيان أن القوات استطاعت خلال تقدمها قتل 4 من مسلحي داعش. أكدت القوات الأمنية العراقية استعادة السيطرة على منطقتي حضرة السادة والأحمدية في الشطر القديم غربي مدينة الموصل. وقالت مصادر عسكرية إن القوات العراقية قتلت 36 مسلحا من داعش خلال الساعات 24 الماضية غربي المدينة. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إن بشار الأسد أخذ تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مغبة استخدام السلاح الكيميائي على محمل الجد. وأكد ماتس أن برنامج نظام الأسد للسلاح الكيميائي لا يقتصر على مطار عسكري واحد، في إشارة إلى مطار الإشعارات العسكرية. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن على قطر العودة إلى رشدها أو أن تختار طريقا دون محيطها، مشيرا في تغريدات له على موقع تويتر إلى المعاناة من تآمر قطر على استقرار المنطقة، ومشددا على دعمها لأجندات حزبية تسعى للفوضى في العالم العربي. أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن موكبا تابعا لها تعرض لهجوم في الطريق الرابط بين مدينة صرمان وطرابلس غربي ليبيا، مشيرة إلى أنها اتصلت بموظفيها ولا توجد أي تقارير عن إصابة أي من أفراد الموكب بجروح. ذكرت وكالة أسوسيتد بريس أن الإدارة الأمريكية ستلزم طالبي التأشيرة من 6 دول يغلب على سكانها المسلمون وكل اللاجئين بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن برقية للخارجية الأمريكية قولها إن الإرشادات الجديدة التي صدرت بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن ستلزم طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ في الولايات المتحدة. أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ انخراط الحلف في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتطوير آليات جمع وتبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، أعلن ستولتنبرغ تولي مبعوث الناتو إلى العراق مهامه في مطلع الشهر الجاري. نهاية الموجز، في أمان الله.